معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن شريف عبد الفضيل، أحد أهم نجوم النادي الأهلي على مر التاريخ. كابتن شريف منور الدنيا. مساء الفل عليكم. أنا نقول صباح الفل أستاذ كريم، صباح حياتي لمحمد. صباح الفل يا كابتن شريف. الله يسلمك يا كابتن شريف. شايف المواجهة، شايف المواجهة ازاي ان شاء الله؟ مواجهة كبيرة بين الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا غدا. لا مباراة طبعا كبيرة جدا، مباراة بطولة مش اي بطولة، بطولة افريقيا. الوداد طبعا خد مننا البطولة دي مرتين قبل كده، فده بالنسبة له حدث. انت عارف النادي الاهلي دايما لما بيخش بطوله هو مش باصص ان هو للخصم هو مين او عمل معاه ايه قبل كده، قد ما هو انا هدفي البطوله نفسها. صحيح، ده دي سمه من سمات النادي الاهلي، وده اللي مزروع جوانا. يعني دايما احنا كده بما اننا لعيبه قدامى في النادي الاهلي، والحمد لله انا واخد حوالي 14 بطوله من النادي الاهلي، لعب اكتر الحمد لله يعني، فواخد بطولتين افريقيا واثنين سوبر افريقيا و من افريقيا ابطال غير الكونفدراليه، من سوبر افريقيا مع دوري وكاس عالم عسكري، حاجات كتير كده الحمد لله يعني. صحيح. قلق بعض جماهير النادي الاهلي من غياب محمد الشناوي، تحب ايه تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي قلقان بسبب غياب محمد الشناوي؟ اكيد اكيد يبقى في سنه قلق بسيط، ولكن عايز اقول لك حاجه. طبعا حارس المرمى بقيمه محمد الشناوي ده، دي حاجة كبيرة بالنسبة لنا، حاجة كانت المفروض يعني واحد زي محمد الشناوي يغيب في مباراة زي دي هيحصل يعمل زي قلق، لأن طبعا حارس المرمى هو نص الفريق. ولكن لما نتكلم عن حارس مرمى إن شاء الله ده الواعد وده القادم بإذن الله اللي هو مصطفى شوبير معاه علي لطفي، إن شاء الله من حراس كبار، ولكن مصطفى من الشباب من الحراس اللي على أولا عنده ثقة في نفسه كبيرة جدا، عنده إمكانيات عالية جدا، بيجيد اللعب تحت ثلاث خشبات، وتايمينج بتاع خروجه من الكرات الطويلة كلها بيقدر يتعامل معاها بشكل كويس، بيعرف يلعب يجيد اللعب بالقدمين بشكل كويس جدا. أنا إن شاء الله بتنبأ إن مصطفى شوبير، أي نعم كلنا عندنا تخوف بعدم وجود محمد الشناوي، ولكن في ان شاء الله هيبقى مولد نجم جديد ان شاء الله مصطفى شوبير ان شاء الله. طيب لو ليك تنصح لاعبي النادي الاهلي وانت لك خبرات عديده جدا بكل البطولات اللي تحدثت عنها مع النادي الاهلي، تنصح لاعبي النادي الاهلي في هذه المواجهه تقول لهم ايه؟ الحمد لله الجيل اللي احنا شايفينه ده اكتسب خبرات كبيره جدا، غالبا معظم قوائم الفريق لعيبه دوليه، اذا كانوا اللعيبه المحليين بتوعنا منتخب مصر او منتخب تونس او المنتخبات الاخرى على الجنسيات الاخرى اللي موجوده، كلها لعيبه دوليه عندهم خبرات كبيره جدا. حتى العناصر الجديده اللي دخلت في قوام الفريق زي مروان عطيه، لعيب اثبت جدارته بشخصيته بامكانياته العاليه جدا وعدم رهبته انه يكون متواجد وبينافس على مركزه وسط العناصر واللعيبه الخبرات اللي موجوده كلها، اثبت قد ايه هو لعيب كبير وقد ايه عنده خبرات وقد ايه اللعيب ده عنده شخصيه. بوجود واحد زي مروان عطيه في وسط الملعب، انا بتكلم على اجدد عنصر موجود. صح، تخيل انت ما شاء الله العنصر ده بالصفات دي، ما بالك بباقي اللعيبه الخبرات. صحيح، خلاص وخبراتهم اللي فاتت دي كلها. لا ما شاء الله، انا بتكلم على لعيبه عندها خبرات. انا مش خايف خالص. صحيح. نصيحتي ليهم، انتوا دايما لازم تبقى فاهم ان قيمه التيشيرت اللي انت لابسه ده مش عاديه. انت النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي العالم سمعة وتاريخا وكل شيء، انت بتاخد مباراة مش عايز اقول دي نهاية العالم، ولكن انت ده التارجت بتاع النادي الاهلي، وده تارجت النادي اللي انت فيه، وده طموح النادي اللي انت فيه، وده اللي متعودين عليه اللي هو التارجت بتاعك البطولة نفسها، وده هدفك عشان بتلعب بعد كده في كاس العالم الاندية والبطولات الاعلى. ده كله اللعيبة الحمد لله، انا ما عنديش قلق خالص من خبرات اللعيبة وثقتهم في نفسهم، وان شاء الله هيبقى ان شاء الله الرد هيبقى في الملعب ان شاء الله. طب كابتن شريف، لو اعتبرنا ان الثلاثه فعلا بيقدموا مستوى كبير، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمود متولي الفتره الماضيه، شايف مين الاثنين الاقرب لهذه المواجهه امام الوداد؟ انا في المباراه الحاليه انا الحمد لله شايف الثلاثه دلوقتي رجليهم في الملعب. صحيح. ومفيش اصابات الفتره الاخيره، ومستر كولر عمل روتيشن بشكل كويس الفتره الاخيره دي. انا شايف يبدا المباراه محمود متولي ومحمد عبد المنعم، شايف الاثنين دول افضل لهذه عشان هيبقى مطالب يبقى فيه كنترول من الكرة احسن، الاثنين كرتهم عاليه يقدروا يتحكموا في الريتم بتاع الماتش من تحت، التمريرات الطوليه اذا كانت في عمق الملعب او
في اللونج باص خلف المدافعين الاثنين هيعملوها بشكل كويس، وانا محتاج ده في ملعبي. صحيح صحيح صحيح. كابتن شريف عبد الفضيل نجم النادي الاهلي الازبك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اتمنى ان شاء الله توفيق للنادي الاهلي.